موعد وتوقيت مباراة كرة القدم بين فريقي المنتخب المغربي ومنتخب فرنسا في بطولة كأس العالم بقطر في الدور نصف النهائي. سيشارك المنتخب المغربي الشقيق لأول مرة في تاريخه بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم بقطر، وهذا إنجاز تاريخي، وذلك بعد فوزه على منتخب البرتغال بهدف مقابل لا شيء للاعب يوسف نصيري، حيث أنه يعتبر المنتخب المغربي أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي في تاريخ المونديال. ويستضيف ملعب استاد البيت بمدينة الخور القطرية لقاء المغرب وفرنسا يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من ديسمبر الجاري ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس العالم قطر 2022. وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 مساء بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، والساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والأردن، والحادية 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. وسوف تقوم قنوات بي إن سبورت ماكس 1 و3 بنقل هذه المباراة، وقناة أيضا الكاس القطرية وقناة الرياضية المغربية. وسوف يقوم بالتعليق على هذه المباراة كالآتي: على قناة بي إن سبورت ماكس المعلق الرياضي جواد بدة، وعلى بي إن سبورت ماكس 3 المعلق الرياضي علي محمد علي، وعلى قناة الكاس إكسترا المعلق خليل بلوشي، وعلى القناة الرياضية المغربية المعلق هشام فرج. أما بالنسبة للتشكيل المتوقع لهذه المباراة، فقد اختار المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي تشكيل منتخب المغرب لمواجهة فرنسا، وهو كالتالي: في حراسة المرمى الحارس ياسين بونو، خط الدفاع من أشرف حكيمي، يحيى عطية الله، غانم سايس، جواد اليميق، وفي خط الوسط سفيان مرابط وعز الدين أناحي وسليم ملاح، وفي خط الهجوم حكيم زياش، يوسف نصيري، وسفيان بوفال. وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يستقر المدرب الفرنسي على التشكيل الآتي لمواجهة المغرب: في حراسة المرمى هوغو لوريس، خط الدفاع من هيرنانديز، رافائيل فاران، وأوباميانكو، وكول كوندي، خط الوسط من رابيو، كريزمان، وتشوميني، في خط الهجوم مومبابي وجيرو وعثمان ديمبلي. ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق الذي شرف العرب وشرف القارة الأفريقية بأكملها بهذا الإنجاز التاريخي الذي لم يسبق له مثيل. نتمنى الفوز للمنتخب المغربي الشقيق والوصول إلى المباراة النهائية في كأس العالم بقطر 2022. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.